نروح للدوري الإيطالي من عند إنتر ميلان اللي حقق الفوز على هلاس فيرونا 2-1 في الوقت القاتل في المباراة، والمباراة اللي أقيمت على ملعب جوزيبي ميازا معقل الإنتر في الجولة 19 من الكالتشيو الإيطالي. إنتر افتتح التسجيل في المباراة وسجل عن طريق لوتارو مارتينيز في الدقيقة 13، بعدها تعادل فيرونا في الدقيقة 74 عن طريق توماس هنري، ثم انتر بقى بيحرز هدف الفوز والتقدم في الدقيقة 93 عن طريق دافيد بيراتسي. الفوز ده بيرفع رصيد الانتر للنقطة 48 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 5 نقط عن اليوفي واللي لسه ليه مباراة ما لعبهاش. الناحية التانية بيتجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 14 في المركز 18 من الدوري الإيطالي.